بلطجيه. طب تعالى تعالى. انت هتعمل ايه؟ ما تخافش. بص يا سيد، انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها بالظبط. ماشي. هطعمسها على الكباتين. اسم النبي، حرصك وساينك وضمنك ياد لامك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. هو في اطعم منك؟ ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا تعم يا سيد امك. الله الله الله. طب وليه بقى؟ ليه الغلط ده؟ ايه ابرز دي؟ بقول لك ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا سيد امك. طب ايدك بس، ايدك تحت شويه كده عشان جاكيتك جديده. ها شفت يا سيد؟ ايوه كده. ولا لازم الواحد يرخم عليكم يعني؟ طب اقلع الجاكيته الجديده يا عينهم. على فكره انت كنت هتوقعني. ها ماشي يا عم. ماشي يا سيدي. وادي الجاكيته الجديده. هاي ادي الجاكيته. حاضر. وعلى فكره دي فيها صورتي وانا صغير. ها حلال عليك، تتربى في عزك. والمنطلون كمان؟ لا المنطلون بقى لا. البنطلون خلص. طب ما يعني اديني فرصه يا يعني اتخانق معاك يعني واتلامط. الله، ما دي مش اصول خناقه بقى. الله خلص يا انا بقلع اهو يا عم. بس على فكره عيب 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 قوي اللي بيحصل ده. احنا اولاد منطقه واحده وانا ساكن في الدور الرابع هنا. ها بقول لك انجز. حاضر يا عم حاضر. بالراحه شويه اهو. ادي البنطلون اهو اهو، ولو انه مش ماسك. وانت يا امور يا نايتي ما تقلع، ولا مستني لما اجيب الدره تقلعك؟ انا مش نايتي يا زكي. انا مش نايتي. لا انا ماشي، انما سيد النايتي لا لا، سيبهولي انا. ايه يا سيد؟ انا مش قايلك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط يا سيد. اقلع القميص يا. هو انت كنت بتقول لي ايه؟ يا سيد امك. شكرا يا سيد امك. اخلص واقلع البنطلون. لا البنطلون لا. ايه ده، انت رابط البنطلون في وشك ولا ايه يا سيد؟ اتفضل سيادتك. ثواني ثواني بس ما اجيب بقيه الحاجات. معلش اخرناكم. خور العيال دي لبسهم بدله التشريفه. لا ما تسيبهمش يروحوا مرس كده. وبعدين يا شيخ وحياه النبي خد بالك من الواد ده، اصله شقي قوي وعاجبني. شكرا. شفت عجبته؟ تاني مره بسمع كلامي. ها بسرعه والنبي يا ريس بقى، لحسن انا بردان قوي. السلام عليكم ورحمة الله. تعالى. أنا؟ أمال يعني أنا؟ أيوه أنت. أنت فين يا زكي لحد دلوقتي؟ كنت بصلي الفجر. صلي الفجر؟ إيه ده؟ إيه؟ إيه المنظر ده؟ إيه إيه؟ أنت كنت بتصلي الفجر بالشكل ده؟ ها؟ ها؟ لا لا إيه؟ إيه ده؟ هقول لك. تاني؟ تاني إيه؟ تاني يا زكي. تاني يا هايف يا تافه تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك تاني؟ تاني ما حصلش ايه؟ انت كبنة ما بتحسش؟ ما بتحسش يا تافه يا كبنة؟ قطعت الجيب يا بابا. هو اللي طلع. خد ورا ورا. مبسوط مبسوط؟ هو انا مربي قرد عندي في البيت؟ ايه اللي بتضايق؟ ولما انت خرع بتروح لهم ليه عشان يضربوك؟ مين قال لك؟ مين قال لك يا بابا ان هم ضربوني؟ ده انا اللي ضربتهم. ايوه وعملتهم العافيه كمان. واهو اهي هدومهم اهي. وهدومك انت فين؟ الله معاهم. يعني اسيبهم يمشوا عريانين يا بابا؟ لا ازاي، ما يصحش. يعني انت يرضيك اصرف عليك اكل وشرب وهدوم ليك انت واللي بيضربوك؟ طب اهدى بس اهدى يا ناس. حرام يا بابا. اهدى شويه. حرام عليك. ارحل خالص يا بابا. سخ مالكش دعوه. سخ ده انت هتموتني وانا واقف يا ابني. تعالى تعبتني. طب تعالى بس هفهمني يا بابا بقى. خد 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 يا زكي. قلبي قلبي. ايه بابا؟ قلبي يا بابا. مالك قلبي يا بابا؟ مالك؟ شفت انت كل مره بتعملها فيا وبصدقك يا بابا. يا بابا يا مكار. عرفت ان انا هقدر امسكك. هتروح مني فين يا زكي؟ بس بقى يا بابا. اقف هنا. قلت لك اقف. قلت لك كده الكم بتاع جلابيه الناس يا بابا. هقول لهم ايه دلوقتي؟ يعني كنت بهزر مع بابا. بتهزر مع بابا يا قرين؟ انا بتهزر؟ تعالى يا قرين. يعني انا مش هقدر امسكك؟ هتبات بره يا ابني. تعالى ما تتعبنيش. طب تعالى بقى. كله لا التفاح الا التفاح الا التفاح يا بابا. لا 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 لا
انت هتشلني يا انت هتشلني اسمع يا بابا بقى يا قليل ادب. ايه يا بابا مالك صوتك جايب لاخر العماره ليه؟ تعال يا جمال يا ابني شوف الزفت اخوك. خلاص يا بابا ناس ضربوني وخدوا هدومي وخدوا جزاءهم. هم مين دول اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ يا ابني انا ما حدش ضربني، انا ما اتنقلتش من هنا، ده اخوك. مين هم اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ ده الناس هنا في الشارع اللي على اول الشارع اللي ورانا. طب ثواني انا هروح اغير هدومي وهنزل اجيب لهم لكم ربطين. بلاش انت يا جمال تروح تجيب ناس تانيه، بلاش. اخويا ازاي يتضرب وانا على وش الدنيا؟ طب بقول لك ايه، طب خليك يوم تاني ابقى كويس وهنزل انا اجي معاك. اسمع ما دام صحيت يبقى لازم اتخانق. اللي تشوفه. ايه حبيبي رايح على فين؟ صحيت ولازم اتخانق. طب ما تستنى لما اولد واجي معاك. طب بقول لك ايه، اضرب انت الاول يا جيمي. زيكو. ازيك يا سري؟ ازيك يا زيكو؟ عامله ايه في الحمل النهارده؟ لا ابن اخوك تعبني، عمال من هنا لهنا مش مركز، واخد عينه هو. سالم صباح الفل. سالم كنت بحب اناقشك يا سالم. طيب ايه حضر لك العشاء؟ اعملي شويه جبن كده. ثانيه والفول يبقى جاهز. على مالك كنت ماشي وقت الكعبين؟ شفت انك بجح وقليل ادب. الله ليه يعني ما شبعتش من العلقه اللي كلتها تحت؟ جاي تاكل عندنا كمان يعني؟ ما كلش. ايه ده، هو التفاح خلص؟ كده انا عندي 7. ايه ده؟ يا نهارك اسود، قلنا ايه ده؟ ايه ده؟ لا مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حطه في التلاجة ليه؟ خايف عليه اللي يسيح؟ الواد ده مجنون رسمي، والله مجنون، أنا مش فاهم، الرسمة دي إيه؟ ده شيء زاد عن حده. يا حبيبي، ملاك نايم وسط الزبالة، في كده، في كده، وإيه دي؟ إيه دي؟ حد ينام في بيت عقلك، إيه ده؟ كوتشيين بنوم اللي بتنيمه، هو نايم حاضرها كده ليه؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا، ده الواد سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. وسيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويصفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم قوم من وسط المسواره اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. ما ارميهم في الارض. لا ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي جزمتك؟ ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم اتفضل قوم. انا بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. طيب خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع لك. ترجع لي فين يا هون انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو قوم. قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الادراج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونه ارحب في الهوا، انما في الادراج في الكتمه الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا الميه. طيب. يلا بسرعه. طيب في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا اخوي الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراتي دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره، بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لهم يا جماعه. ايه ده العيش بقت ليه كده؟ ده الفول ده عيش ماشي، جبنه مربى نخلص على طول. ما تقعد تاكل زي البني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا هم واقفين عادي. يا سلام،
وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه بابا، ده بني ادم مقرف. ما جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كله كده الحمد لله. ما تقفل باب زي البني ادمين يعني انت؟ ما في بني ادمين بيرزعوا البيبان عادي يا بابا. الله، طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك طلقني. ايه ده؟ يوه يا سارة عليكي. ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعة عمالة تقولي ثانية واحدة. هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ نهار اسمه السجاير. هو انت يا اخي خضتني؟ امال بابا فين؟ نزل من بدري. انت لسه ما لبستش؟ روح البس يلا بسرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدرب السباحه ده. دي بقى الصواني كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه؟ هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي. كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي. اندهني شيرين. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خير الدين؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه. اتصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره تانية. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طبعا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عدتش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك له. ايه فاكر نفسك بتشتغل في تكية؟ ايه اللي جالك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر. انا هنا من الصبح بدري. طب انجاري شوف شغلك. حاضر. تعال هنا. تعتبره ده اخر انذار ليك. فاهم؟ فاهم؟ فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك. خد سي دبليو سي ثانية بس واجيلك. اوكي يا حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت في اخلاقك. شفت. لو سمحتي كوباية مية؟ ايوه. كوباية مية. كوباية مية. ايه ده؟ سميرة. سميرة بهيم. زكي عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ انت اخبارك ايه؟ الحلاوه دي لفيتي ودورتي وبقيتي قمر. ايه ده؟ اتخطبتي؟ ليه يا شيخ؟ والله فاكر الواد شكري زميلي في الكليه؟ شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري. الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما تقلش غيره؟ لا اخشى عليكي اخشى عليكي. بصي تعديت منه كنت هقول اخشى عليكي. معقوله كده؟ يا حبيبي. فاكره يا بنت، فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده؟ ولا فاكره لما سوسته الجيبه بتاعتك اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره شكري فاكره. ولا فاكره فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام. بس ده كان في سنه ثالثه. بس انا بتهرب. شكري انت كنت عايزه ميه؟ ها اجيبها لك بتلج ولا من غير؟ اي حاجه. طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيدي. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله. طب ما هو زي ما هو ما اتغيرش، بيجي فجاه برضو. ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيدي. فاكر فاكر يا شكري ايام الجامعه لما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت سميره بهيم. ذكريات ذكريات زباله يا زباله. بذكرياتك الزباله دي يا تافل. طول عمرك تافل، طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. دي كانت عايزه ميه. هي المشكله في الميه؟ صدقني ثلاث سنين يا دتمه يا دتمه.
مفيش بوسه وانا خضك بوسه كتير يا شكري. 3 سنين على سميره كتير، ده انت متاخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبه؟ معلش معلش، مفيش مسؤول هنا يا جماعه، مفيش مسؤول. مسؤول يا جماعه؟ مسؤول ايه اللي بيحصل؟ عطك المسؤول في ايه؟ فعدتك انا روحت الدبليو سي 3 ثواني ما اتاخرتش، 3 ثواني لقيته قاعد بيقول لها سوست، ولما كنت ماسك لك السوستة وزمن السوستة اتفتح. حصلت حفان سيادتك، حفان سيادتك، هو مش عايز افهم حاجه، هو 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 خاطب واحده اصلا زباله سوستة، اعملها ايه؟ جيب لي حقي يا باشا، جيب لي حقي. حصلت بره بره، مش عايز اشوف ايدك تاني هنا خالص. ده انت زباله وهي اسبل منك. بره، وانت فوتك وقع الدهان من على الحيطان. بره. ايه يا حازم؟ انت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك، ما تسيبه في حاله. الله، ام الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ احلى ورده لاجمل بنت في الدنيا. ميرسي قوي. دي ساره، يلا بينا نمشي بقى على احسن تزعل. يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا بابي؟ امال عمر راح فين؟ بابي. اهلا عمر، ازيك؟ ازاي التمرين يا حبيبي؟ كويس، بس البسين برده قوي، انا جعان. طب يلا ناكل. بابي قولي لساره كل سنه وهي طيبه عشان عيد ميلادها النهارده. والله كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. انا همشي بقى عشان الحق اجهز نفسي، هستناك النهارده. اوكي. وانت اوعى تتاخر لي، اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص. ها يلا، باي باي. باي باي. انزل. لا قوم سيادتك، من فضلك هتلاقي الغدا بسرعه، انا مستعجل. طب همشي انا بقى. اوكي يا حازم، اشوفك في العيد ميلاد. باي باي. ايه ده يا عمر؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دوت من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي؟ اتفضل ادفي الزفت ده وتخش نام على طول. 5 دقايق ولا دقيقه واحده، كلمه ورد قطار، تخش نام دلوقتي اهو. اتفضل. انا حاليا منين ولا منين؟ يلا بقى، تصبح على خير. تصبح على خير حازم. انا ما بحبش الطريقه دي، وبعدين انت وعدتني 100 مره ان انت هتبطل شرب وبرضه بتشرب. جري يا شيرين، ما تفكيها بقى، بعدين ده عيد ميلاد وكل سنه وانت طيبه يعني. باي باي. باي باي. حلو قوي اللي بيحصل ده. عندك فكره ساعه بقت كام؟ سوري يا بابي، اصل كلهم كانوا سهرانين وبعدين. انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده، المفروض كنت تقعدي نص ساعه وترجعي على طول. ما انا كان هيبقى شكلي وحش لو كنت رحت ومشيت على طول. وما فكرتيش ان شكلك ممكن يبقى وحش لما تخلي واحد يوصلك في نص الليل؟ بابي ده حازم. بتاع اي حازم اللي يوصلك ده هو؟ طب قولي لي اتصرف اي تصرف، ابعت لك السواق. بابي انا ما بعملش اي حاجه غلط. واضح ان انا دلعتكم شويه زياده عن اللزوم. اتفضلي نامي، وبكره ليا تصرف تاني معاكي. وانت يا ابني مش ناوي تعمر في وظيفة ابدا؟ كل يوم تشحططني وانا بكلمك وانت باصص فين؟ انا بكلمك وبفهمك وبعقلك وانت باصص الناحية التانية. بطل يا اخي قلة ادب، بحسب حد بينادي. مهم الراجل المدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه، هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا، مخلط. اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط. تعال. زكي حكالي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم، انا مسكته بهدلته طبعا، مرمطته، وصممت يعتزلك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم، سالم الاسيوطي، والد زكي سالم الاسيوطي. إيه؟ ما تقلقش اصله لسه ما فطرش. بعد اذنك يا نادر بيه، انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني، وحياه بابا، وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد. دي سميره بهيج، زميلتي في الكليه. ايه ده؟ هو بيتكلم عن سميره؟ ها؟ زميلتك في الكليه؟ اه. لا يا نادر بيه، لا 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 لا، دي سميره، دي زي اخته. اخته ايه؟ دول راضعين على بعض.
ولما هم راضعين على بعض الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع اسالني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده، قول لي مين. طبعا هقول لك مين ده. شكري السيد خطبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ خطب شكري السيد. خطب من فتره. لا حول ولا قوه الا بالله. ده خطب يا بابا ما ماتش. ايوه ما هو كده داخل على اول الطريق. شكري السيد وسميرة، أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت يا نادر بيه ولا تعبت نفسي، دول إخواته. يلا 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 بوز دماغ أنكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا أنكر نادر. طيب امشي يلا امشي امشي بلا لعب عيال. كلام فارغ، وخد أبوك في بطنك وتفضل واطلع بابا. امشي برا امشي. ما تخافش من صوتك، ما تخافش من صوتك. يلا مش ممكن نادر قال لك امشي؟ امشي يا ولد روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه، يلا شوف شغلك. امشي امشي يا زكي امشي. وانا كمان يا نادر. يلا بقى سلام عليكم. الله ايه العيله دي؟ الناس دي جسام. صباح خير. صباح الخير. تأمروا بايه يا فندم؟ عندك ايه تشرب؟ في مانجا ساقعه. لا في حاجه سخنه؟ في مانجا سخنه. لا ده في قله ادب وسفاله. يا نادر واضح ان في نداله وقله اصل. ليه يا نادر؟